رح نعمل هلا الاطار البراني اللي هو هاد. رح اخده حوالي رح ناخده اكسترود ضد الجواني. شفت هون موضوع التسميه بتفيد، نعمل له اكسترود. طبعا ما طلع عنده لانه كابس شفت وجيه، فبنرجع شفت وجيه هيك صار ظاهر معي. سمكة الباب يمكن ما توصل لاثنين، 2 سنت هاخده 2 سنت. ورح ناخده من هون. اذا ما بدي احول البولي مشان ما اخسر الايديتابل سبلاين كلها، بنعملها ايديت بولي عن طريق الاضافه. او كان ممكن نعمل بيفل على فكره اسرع، يعني انا الفكره بس بدي هون تشامفر بسيط، يا اما بيفل يا اما شو كمان كان ممكن نعمل. يعني اذا بدي ازخرف من برا ومن جوا بيفل بروفايل ممكن. رح اخذ هون البيفل فرح اعطي اول طبقه هايت 1.5 والاوتلاين نظامي، بعدين رح اعطيه نص سنت زياده اوتلاين صفر او ناقص 0.2. شفتوا الكسره اللي اعطاني اياها؟ انا هاي بدي اياها، ممكن هون زيدها اكثر ونعيمها اكثر هيك اتقل بتطلع. فهي اول اطار طلع معنا. الاطار الجواني هو له يعني شكل الزخرفة في تبعيته، رح تعطيني تقريبا شكل قريب ل الشكل هذا. تقريبا هيك، هاي بتعطيني فضاء الكورنيش اللي شايفينها هون. احنا الواحد بفكرها كثير شغلات معقدة، بعدين والله في شب قال لي عليها يعني انه هيك بيكون تفاصيلهم بسيطة. كنت عايده نطلع كثير الموضوع التصميم يعني هيك خفيف كثير ما يعطي فيه تقل. طبعا هون اذا دخلنا عملت شيفت وجي رجعت حددت، اعطينا هون بيفل بروفايل واعطينا بيك بروفايل، اخذنا هذا الجسم. طيب طلعنا بهالشكل هذا كبير كثير وفيه مشاكل فاللي علينا نحن رح ندخل هون بحدد الشكل ونعمل له سكيل. هيك عم تحكم بالضبط بالقياس اللي عندي. انا كان غلطي هون بظن انه ندخله لجوا شوي، معلش هي على الفرونت. رح الغي هدول خليه يبدا من هون تطلع الفرزي لهذا. شوف النتيجة بينت عليكم. ممكن يعني اذا شايفين نسبة صغيرة، فمجرد انه نحن نتحكم بالشكل هاد نتحكم بقياس الكورنيش اللي عنا. هلا احيانا بتطلع معنا بالعكس، اذا اخذت هذا الطرف قلت له امر اسمه ميك فيرست، انتبهت شلون اخذوا لبرا؟ هاي المشكلة حسب اين النقطة بدي اياها هي اللي بتمشي على الخط. طبعا بحالتنا هي هاي، بدي اعمل اكسترود لبرا، فرح اخذ انا هاي النقطة واقول له ميك فيرست، هيك بتتصلح معنا المشكلة. ورح ارفع شوي هاي، شايفين داخلة لجوا، فقدر الامكان رح احاول نطالع البابات هلا من هون اصوات. هي هدول الثلاثة سكيل. تقريبا بس نرفعها شوي صغير. انا بصراحة عم بالغ بالاوامر شوي مشان تكون واضحة لكم، بس مثلا لما بدي اجي اصمم ما بخلي كل هالقيمة هاي الكبيرة، اخف من هيك تطلع احلى. فهلا لما طلعنا شوفوا بلشت البابات تطلع معنا. طيب نفس الامر انا بدي اطبقه لهون، فشو ممكن اعمل؟ ما برجع باخذ اوامر من اول وجديد، اخذنا البيفل وزتيناه زت على هاي بكل بساطة. اخذنا البيفل الجواني بيفل بروفايل وزتيناه على الشكل الجواني، اخذ نفس القيم. في عنا بالنسخ كمان ملاحظة تانية، كنترول كنترول مع هاي فبيعمل لي نسخ وشو مع انستانس لامر التعديل. فانا هون هلا اذا دخلت وعدلت على البيفل بروفايل حيتعدل على 2 سوا، كمان هاي بتفيدنا كثير موضوع كنترول مع النسخ.
هلا كتير بدها تصير معقدة. يعني بصير كل بقى بس بتروح من الحفرة. ايه بس كتير الشغل معقد بده يصير، بس نحن دائما بالشغل بنحاول نتجنب التعامل مع الطرح واوامر الكومباوند اوبجكت. يعني هدول نخليهم اخر شيء ممكن نستعمله، لانه هون خطوط عم تعطيك نظيفة كتير. بينما مثلا هلا مثل توان لما اعطيت هون ايدت بولي ما ظاهرة معنا، شفته طبعا اعطاني خطوط مكسرة، انتبهتوا شلون؟ فهي الخطوط المكسرة شايفينه؟ هاي الخطوط المكسرة بتضرب الشكل كله، يعني هم بدك تيجي تعمل انست مثلا او امر معين كثير رح يعمل لي مشاكل، فقدر الامكان بحاول انا اتجنب اوامر الطرح و يعني اوامر البولي، كل ما انا عم بسط الشغل بقدر يعني اتعامل معه اكثر. يعني حتى قبل انت لما عم تحكي انه طيب هلا اذا اجى على بالي غير قياسه او شيء كثير الموضوع بسيط، بينما اذا صارت معك كتله وحده مشكله. يعني في عنا امر هون اختصار اتش سيلكت باي نيم اسمه، هي الاسماء كلها بتكتب هون الاسم اللي بدك اياه بتحطه، وعندك هون فلتر انه والله بدي بس الشيبس مثلا ولا بس جيومتري ولا بس مجموعات، فكلها ممكن تاخذها انت من هون. اختصاره اتش بالكيبورد. نعطيها الكتلة كلها لون واحد، فبالنتيجة حنكون وصلنا للشكل هذا. هلا في اسلوب حلو بالشغل كمان بالنسبة للأريحية، انه انا اعطيه لون رمادي واعطيه من هون لون اسود، فشايفين الاخراج كيف بيطلع. كمان هيك بالشغل مريح نوعا ما، او لون رمادي غامق. Add custom color. فهيك يعني الواحد وهو عم يعني يشتغل بلاقي اريح بالشغل. خلصنا هلا مرحله هاي، save as 03.